شيخ بارك الله فيك، كيف يكون الخطبة بسورة قاف؟ هل تقرأ أم يفسر معه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يخطب بسورة قاف، وكان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط، وأنه يذكر معها أشياء. أعرضت عن الجواب يا أخ، ماذا قلت لك؟ ما يمكن تسأل وتشغل، ما يمكن.